بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون، نتحدث فيها اليوم عن حقيقة أحداث رفح، عن حقيقة ما حدث على أرض الواقع، عن حركة السلفية الجهادية في رفح، عن الجهود الموجودة على الأرض لرأب ولم الصدى الموجود في رفح. ضيوفنا اليوم الأستاذ المحامي الأخ العزيز الأستاذ نزار غراب. اهلا بيك استاذ نزار. اهلا بحضرتك، منورنا حضرتك النهارده. الله يبارك فيك. ومعانا استاذنا والمحامي الكبير وفضيله الشيخ الاستاذ مجدي سالم. استاذ مجدي اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا. الله يكرمك. نبدا على طول نخش في الموضوع. انتوا توجهتم من خلال وفد مش عايز اقول انه رفيع المستوى لكنه رفيع القيمه المعنويه والقيمه الادبيه وله علاقات قويه مع الاخوه هناك. حضراتكم توجهتم لتلمس الامر على ارض الواقع ولتبيان حقيقة علاقة الحركة الإسلامية أو التيار الإسلامي الموجود في سيناء وعلاقته بهذا الحادث المفجع الذي ألم بوجدان الأمة وبزهرة شبابها. هبتدي بحضرتك أستاذ نزار، قول لنا إيه حقيقة الوضع هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحدث مفجع زي ما حضرتك أشرت حالا، وبقى في بقعة عزيزة من أرض الوطن وهي سيناء أصبح فيها وضع ملتهب فيما بين العملية نسر التي قررت القوات المسلحة القيام بها لملاحقة المشتبه في ارتكابهم لهذا الحدث، وحدث نوع من التوسع الأمني في الملاحقة والمطاردة، وشملت بعض الأبرياء من تيارات السلفية الجهادية أو غيرها، واستشعرنا خطر داهم بشأن هذا الهجوم على بعض الأبرياء الذي قد يترتب عليه نوع من الاستدراج إلى مواجهة لا قدر الله تكون مسلحة بين بعض الحركات التي تشعر بأن الانتهاك الذي طالها ظالما فتقوم برد فعل أو شيء. فقررنا على الفور أن احنا نتدخل، وهذا الموضوع كان بتولاه الأستاذ مجدي سالم، على اعتبار ان احنا نوقف تماما الانتهاكات من جهة، ومن جهة اخرى نرفع ما لوث في وسائل الاعلام عن حركة السلفية الجهادية هناك في سيناء، وقيل عنها كلام كثير جدا غير مطابق للحقيقة. ايه موضوع تكفير؟ ايه موضوع استباحة الدماء؟ ايه موضوع رفع السلاح على الدولة؟ وكل هذا الحقيقة لما وصلنا هناك والتقينا بقادة السلفية الجهادية في سيناء وجدناهم يعني أناس مواطنيون من الطراز الأول يعتبرون أنفسهم خط المواجهة الأولى مع العدو الصهيوني، باعتبار أنه سيناء محافظة حدودية تقع على حدود هذا الكيان الغاصب، وأيضا ملمين تماما بالمتربصين بالتحول الديمقراطي في مصر من الداخل ومن الخارج، وملمين تماما بأهمية وحدة الصف الداخلي في مصر في هذه المرحلة الانتقالية، ملمين تماما بأهمية الوقوف وراء مشروع نهضة مصر تحت قيادة الرئيس مرسي. كل هذه الأمور واضحة جدا في أذهانهم، ويعلنون أن هذه العملية هي تماما لا علاقة لها بأي مفهوم من الجهاد في الشريعة الإسلامية، وأنها عملية لا يجوز، وأن استثمار بعض الجهات صراع الحركات الإسلامية مع نظام مبارك سابقا كان له حكمه الذي تغير الآن قد أزال الله عز وجل برحمته هذا النظام تماما من على السلطة التي كان قابعا عليها في حكم البلاد، وبالتالي جاء نظام بديل آخر، فالتعامل معه طبعا تعامل مختلف، والتعامل فيه نوع من التضامن ونوع من اليد الواحدة، على اعتبار أنه نظام طبقا لما أعلنه السيد الرئيس يعتبر يتجه نحو تطبيق شريعة يحترم أحكام الإسلام، ليس لديه عداء مع فصائل الحركة الإسلامية كما كان النظام السابق يمتلك حجم كبير من العداء، وينفذ استراتيجية استعمارية غربية في التعامل مع الحركات الإسلامية في إطار تحالف دولي. فكل هذه الأمور الحقيقة كانت واضحة جدا في أذهان الناس، ونحن نشعر بأن التواصل فيه قدر كبير من النجاح، تواصلنا معهم وكذلك تواصلنا مع الطرف الآخر، إن شاء الله نأمل أن تتوقف أي انتهاكات
ونكون قد نجحت المهمة بإذن الله. بإذن الله. أستاذ مجدي، حضرتك كنت صاحب الفكرة وصاحب المبادرة، وحضرتك اللي أبديت الرغبة، ولا كان في تلمس من بعض الجهات انها طلبت من حضرتك انك تكون موجود زي ما اثير في الاعلام؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا، هو في الحقيقه الفكره فكره نابعه مننا احنا، يعني كبعض الاخوه الاستاذ نزار والدكتور محمد نصر الشيخ محمد البرعي، بعض الاخوه الكرام تحدثوا معي في هذا الامر. وفي الحقيقه يعني كان من الضروري ومن الملح صحيح ان نتحرك تحرك سريع في هذا الاتجاه. انا عايز يعني اضيف كلمه صغيره لما قاله اخونا الاستاذ نزار، ان الحقيقه مش المستهدف مش بس التيار الاسلامي في سيناء، لا، المستهدف سيناء اهلنا في سيناء جميعا مستهدفون، من كانوا مستهدفين من النظام السابق، وكان النظام السابق هو الامين والحارس على المشروع الصهيوني الامريكي في المنطقه، وكان مهم جدا لهذا المشروع إن سيناء تظل هكذا متخلفة، تظل أهلها يشعرون أنهم غرباء في هذا الوطن، يشعرون أن هذا ليس وطنهم، محرومون من حقوق كثيرة لهم، تنتهك حرماتهم، وإلى آخر ما عانوه في ظل النظام السابق. وللأسف إحنا اللي إحنا شفنا يعني في حادث رفح هذا، شفنا إن في بعض الأجهزة أو يعني في بعض الناس في بعض الأجهزة في مصر وفي الخارج أيضا يعني حريصين جدا على أن يستمر هذا الوضع. ولذلك لو حضرتك تابعت الجرائد الإسرائيلية في تاني يوم الزيارة، وطبعا الأخبار كانت تسربت ونشرت في وكالات الأنباء وغيرها، هذه الجرائد شنت حملة شديدة جدا على الدكتور مرسي بزعم أن هذا الوفد وفد رئاسي، وأنه موفد من الرئاسة، وأن رئاسة مصر الآن تحت قيادة الدكتور مرسي تتجه إلى الحوار مع المتطرفين وما إلى ذلك. وهذا الكلام يعني ساقط أساسا، وإن كان يعني أنا أرى أنه واجب على الدكتور مرسي واجب على الدولة المصرية أن تتحاور مع أبنائها، وهذا ليس عيبا بل هو شرف كبير أن يكون الحاكم حريص على أبنائه وأبناء بلده، حريص على التواصل معهم. إذا كان هناك خطأ يقال أنه خطأ ويعني يحاسب عليه، وإن لم يكن هناك خطأ فيجب أن نتناول مسألة بصورة أخرى. الحقيقة إحنا استشعرنا أن زيارتنا ناجحة جدا. بس ننتقل إلى الزيارة ناجحة ولا لا؟ طب دي الصحف الإسرائيلية قالت كده، وبعض الصحف المصرية قالت فعلا أن أنتم وفد يعني تقريبا شبه رسمي مكلف من قبل رئاسة الجمهورية، وكان في تلميحات كتيره في عدد كثير من الجرائد القوميه. ده مش ده، بالعكس ده انا اعتقد دي دفعه قويه جدا. نعم. ليكم كوفد وتعتبر ميزه للرئاسه، هل دي هناك حقيقه في هذا الامر من قريب او من بعيد؟ ابدا. هو المساله ان احنا قبل بدايه قبل ما اما شرعنا في الزياره احنا تواصلنا مع بعض الجهات المسؤوله في الرئاسه وغيرها، على اعتبار ان احنا لا يساء الظن بتحركنا. طيب. وان يبقى تحركنا في النور، يعني يبقى تحرك هذا التحرك في النور، وان كان كنا حريصين الحقيقه انه يبقى بعيدا عن الاعلام، لان كان في هذه الفتره يعني يمكن يوم ثاني يوم الحادث الجرائد نشرت، بعض الجرائد نشرت اسامي اسماء محدده، وقالت انها متهمه في هذا الحادث، وانها شاركت في هذا الحادث. الجرائد المصريه. الجرائد المصريه. نعم. ومما اشعرنا ان هذه الاسماء بعد التواصل مع اخواننا في سيناء، ان هذه الاسماء سربت من اناس ينتمون الى اجهزه امنيه سابقه كانت تريد ان تعبث في امن واستقرار هذا هذه البقعه العزيزه الغاليه علينا في سيناء. والدليل على ذلك ان هؤلاء الناس افرج عنهم بعد القبض عليهم بيوم او يومين او باربع ايام، اكثرهم جلس اربع ايام، ومن بينهم من قيل انه باللادن سينا. وفوجئنا في هذه الزياره لما التقينا به، لانه رجل كبير يعني يفوق عمره في 65 سنه، وافرجت عنه النيابه لان ليس ولا هو ابن لادن سينا ولا هو قائد تنظيم عسكري ولا شيء من هذا القبيل. يعني برضو انا عشان افضل عند النقطه، نعم، في تواصل تم مع الرئاسه، في احنا علمنا بعض الجهات علمنا بعض الجهات ان احنا الجهات المسؤوله في الرئاسه وفي غيرها ان احنا نقوم بهذه الزياره الحقيقه. تمام. طبعا يعني احنا كنا بنفضل دائما التعامل مع ملف الجماعات الاسلاميه على اعتبار او التيار الاسلامي عموما على اساس انه يعني ملف سياسي وليس ملفا امنيا.
فده حقيقته كده. نعم صحيح. هذا هو الأمر. والخطأ الأكبر في التعامل أثناء النظام السابق مع 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 أهل سيناء أنهم تعاملوا معه دائما لسه هندخل ده نقطة خطيرة نعم. جدا طيب في هل أستاذ نزار شايف أن الرئاسة وفرت إيه نوع الدعم اللوجيستي أو نوع الدعم السياسي أو الغطاء السياسي اللي تم تقديمه من الرئاسة بعد إعلامها بقراركم كوفد أن أنتم هتتوجهوا وتتلمسوا أرض الواقع؟ هو الحقيقة في هنا نقطتين. النقطة الأولى أنه الخبرة المتراكمة وحصاد التعامل بمعرفة الأجهزة الأمنية سواء المخابرات أو أمن الدولة سابقا مع الأهل سيناء خبرة سلبية جدا، وبالتالي لم تكن هناك أي ثقة من أهل سيناء والأخوة الموجودين في سيناء أنه يكون التواصل فيما بيننا وبين إحدى هذه الأجهزة لأنها مش محل ثقة مطلق. وما أثير في بداية عملية النسر وما تم من الاعتداء على بعض الأشخاص أو انتهاك حقوقهم والقبض عليهم، هؤلاء الأشخاص تم هذا العمل استنادا لبيانات قاعدة البيانات أمن الدولة القديمة، وليس هناك لا تحريات ولا معلومات حقيقية عن حادث رفح ولا بيانات ولا أي شيء لديهم، فراحوا اعتمدوا على قاعدة الموت القديمة. احنا كده لو استمر هذا الوضع معناه ان احنا لازال او نحن نعيد انتاج سياسات امنية قمعية من النظام القديم سوف تضر بالنظام السياسي للرئيس مرسي. وبالتالي ده دفعنا ان احنا نستبدل التواصل مع هؤلاء بأجهزة اخرى محل ثقة للناس، والناس كانت تثق في مؤسسة الرئاسة، والرئاسة ما قدمته من الدعم هو مجرد بعض السيارات التي رافقتنا لكي تحمل أعضاء الوفد إلى سيناء. يعني الرئاسة برضو قدمت في نوع من الدعم اللوجستي قدمته السيارات بالضبط. السيارات بالنسبة لتوفير الأمن أو إعلام جهات الأمن هناك بوجودكم هل ده كان موجود؟ أصل ده إجراء روتيني بمعنى أنه ما يكون في وفد جاي من عربيات الرئاسة جاي نازل لأي محافظة فبياخدوا طبعا علم إجراءات روتينية تحصل لأي موقف ما، فبياخدوا بقى الأجهزة الأمنية والقيادية في هذه المحافظات بياخدوا علم إن في سيارات من الرئاسة جاية تحمل بعض الأشخاص للقيام بمهام معينة. قبل ما ندخل على المقابلات واللي تم فيها والحوارات اللي تمت مع الإخوة هناك، يهمني جدا أسأل عن سؤال كان بيثار أن أو نوع من الإشاعات كانت بتتلمس أو تواكب هذه الأحداث أن الذين أفرج عنهم المعتقلين السياسيين الذين أفرج عنهم يمكن في شهر رمضان الأخيرين كانوا على علاقة بهذه الأحداث، وطبعا حضرتك أكتر الناس ممكن توضح لنا هذا الأمر لأن حضرتك كنت مشارك في ملف المعتقلين السياسيين والبرنامج هنا شارك معكم في ملف المعتقلين السياسيين. ده صحيح، ودي يعني حقيقة مأساة يعني وإسفاف يعني يبلغ بالإعلام مبلغه. في بداية الحدث قيل هذا الكلام صحيح. والرئاسة أصدرت بيان ونفت هذا الأمر. بالأمس بعض الجرائد اليوم السابع والجمهورية وغيرها كرروا نفس هذا الأمر وقالوا أن 4 من منفذي حادثة رفح كان من المفرج عنهم في العفو الرئاسي، وهذه إساءة بالغة أو هي محاولة للإساءة للرئيس مرسي ولتقديره من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني الإساءة للتيار الإسلامي. لا ومن ناحية ثالثة مهمة قوي، ظلم الناس اتظلموا طول عمرهم يعني حرام أستاذ مجدي. لا لا هو النقطة هنا المهمة برضو في الموضوع أن هناك بعض القائمين من النخب التي لها انتماءات معادية للإسلام ويعنيها إشعال صراع بين السلطة بين الإسلاميين تشيع هذا كاذبا وافتراءا وبدون أي سند لأي حقيقة. طب العلم حضرتك اللي كان المفروض يجي معنا النهارده الدكتور محمد غزلاني توجه خصيصا في زياره الى بعض من هم داخل سجن حتى الان من قيادات تنظيمات الجهاد وسالهم عن موقفهم عن رايهم، ولا زالوا هم داخل السجن اعلنوا انهم داعمون للاستقرار وداعمون للامن وداعمون للرئيس مرسي وخطته للنهضه بالبلاد. يبقى ازاي ده لما يخرج هيعمل ويعبث بامن الوطن ويعبث باستقرار الوطن؟ كلها اكاذيب لها اغراض اشعال نوع من الحرب الجديدة
بين السلطه وبين الحركات الاسلاميه. يعني يمكن شيء بشيء يذكر لما الشيخ محمد زواري ثاني يوم خروجه من السجن ونزل في ميدان العباسيه يقنع الشباب الموجودين بالعدول عن موقفهم ويحاول يقول لهم يعني البلد مش مستحمله. حضرتك شفت اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات كلها. ظلموا هذا الرجل، ده مثل الخلق، ظلم كبير جدا. وهذا الرجل يعني قمه في الرقي والاخلاق والاحترام. فيعني ده النهج اللي هما بينهجوها، اللي كان لازم ان احنا نوضح الصوره بهذه الكيفيه وهذه الشاكله. ندخل على لقاءات. ايه اللي حصل في اللقاءات؟ ابتديتوا بلقاءات مع مين ووصلتوا؟ والله واحنا بدانا هو كان لقاء واحد كبير موسع، حضروا قاده ما يعرف يعني ما يسمى بالتيار اهل السنه والجماعه او السلفيه الجهاديه هناك في 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 الشيخ زويد تحديدا. وهذه القيادات، وكان معهم بعض مشايخ القبائل وبعض الشباب الموجودين، والتقينا بهم الحقيقه. كنا بنحاول ان احنا نتعرف على حقيقه ما حدث وعلى حقيقه موقفهم، نتاكد من حقيقه موقفهم. في الحقيقه ان احنا لا ندعي يعني شرف ان احنا اقنعناهم بشيء. هم هذه المجموعه الفاضله كانوا كما ذكر أخونا نظار منذ قليل، كانوا على درجة كبيرة جدا من الوعي والإدراك على بحقيقة الوضع الآن، وحقيقة أن الخصومة التي كانت قائمة بين التيار الإسلامي عموما وبين الدولة، هذه خصومة قد انتهت بزوال النظام السابق، ونرجو ألا تتكرر مثل هذه الخصومة إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. وده الحقيقة سبب كبير جدا من أسباب الزيارة. احنا أدركنا أن دي بدايات، أن يبقى في يعني يبقى في وقيعة ما بين التيار الإسلامي وبين الدولة، ولذلك سارعنا بهذه الزيارة. وتأكدنا من خلال هذه اللقاءات أن التيار الإسلامي عموما في سيناء بريء تماما من هذه العملية، وأنه يستنكرها بشدة، وأنه لا يعتبرها جهادا وما إلى ذلك. والأكثر من ذلك أنهم يؤيدون كما قلنا التحول الذي حدث، ويؤيدون الدكتور مرسي تأييد كبير، ويتمنون أن يبذلوا كل ما أن يشاركوا ويبذلوا، وعندهم السعادة أنهم يبذلوا كل ما لديهم من جهد ووقت وعرق في سبيل إنجاح هذا المشروع وفي سبيل استقرار هذه البلد. ده المتوقع، وده اللي أعتقد أنه كلام يعني ما فيهوش إضافة. عايزين ندخل على الأحداث واللي انتم تلمستوه على ارض الواقع من حقيقه الاحداث. استاذ نزار، والله اهل سيناء انفسهم يعني اللي احنا جلسنا اليهم ليس لديهم اي معلومه عن 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 الحادث او عن طبيعه مرتكبيه. وان كانت تحليلات عديده، لكن هم اميل الى اجابه على تساؤل تؤدي الى الوصول الى هلأ. من المستفيد من ارتكاب هذا الحادث؟ يعني صراع الحركه الاسلاميه مع النظام القمعي للنظام البائد، لم يطلق فيه النار على القوات المسلحة أبدا. القوات المسلحة بتعتبر حصنا للبلاد، وتعتبر رسالتها الأساسية تأمين البلاد من الأخطار الخارجية، ولم تكن هي طرف في أي صراع داخلي مع الحركات الإسلامية. يبقى إذن التساؤل القائم اللي هم طرحوه بعض الناس هناك، وطرحوه كثير من المحللين السياسيين، من المستفيد من قتل جنود مصر على الحدود؟ من المستفيد من هذا؟ وأصابع الاتهام أشارت في تقدير الإخوة إلى أن المصادر هذا قد يكون المصادر ارتكب هذا الحادث بشكل مباشر أو بشكل استخدام أدوات تابعة له بطريق مباشر أو غير مباشر لكي يقع مثل هذا الحادث. يعني الأمور تشير إلى هذا. بل هم كمان قالوا لنا أنه بعض القيادات الأمنية والعسكرية في سيناء قالت لهم إحنا حتى الآن ما عندناش معلومة محددة عن هوية من ارتكب الحادث. فالموضوع إذن يعني باعتباره موضوع أمني ومخابراتي، يفترض أن المعلومات فيه والتحريات ينبغي أن تكون في أيدي الأجهزة الأمنية، وينبغي أن يكون هناك بيان. يعني إذا كان هناك عملية عسكرية ونحن في عصر فيه شفافية وديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون هناك بيان عسكري، بيان أول بيان ثاني كذا، أنه اليوم تم عمليات في المكان الفلاني في الموقع الفلاني، وتم التواصل على المعلومات كذا. أو ما يتمش بقى الإشاعات الكثيرة حول هذه العملية والتي تؤتي ثمار سلبية. لا، يا إما الجهة المعنية تصدر بيان تعلن فيه الحقائق، أو إذا كان إصدار هذا البيان لا يخدم تأمين العملية، يبقى إذا ما حدش يتكلم من أي وسائل أو جهات لحين انتهاء هذه العملية وإعلان
نتائجها في تقرير. استاذ مجدي حضرتك لك تصور معين على حقيقه الواقع؟ والحقيقه كل الامور بتشير يعني ما سمعناه في من اهل سيناء وما يعني توصلنا اليه من خلال تحليلات بعض التحليلات السياسيه ان هناك بعض الجهات يعني يبدو انها متورطه في هذا الحدث. وانا ذكرت ان احنا ربما نكون نشم رائحه كنيسه القديسيين مره اخرى. يعني ربما يكون بعض الجهات استغلت بعض الشباب في عمل مثل هذا العمل لصالح الأجندة الصهيونية الأمريكية أيضا، إحداث وقيعة ما بين التيار الإسلامي وبين الدولة، وإظهار التيار الإسلامي كأنه ضد الاستقرار. وأنه أنا شايف أن مفيش أي وقيعة بين التيار الإسلامي وبين الدولة. يعني هو ليه تم الزج بالتيار الإسلامي والدولة؟ لأن صارعوا بتوجيه الاتهام للتيار الإسلامي، هم قالوا ذلك. يعني قالوا من ثاني يوم الحادث مباشرة أو يمكن في ليلة الحادث قالوا أن الإسلاميين هم الذين فعلوا ذلك. هم قالوا ملابس فلسطينية وبيضة فلسطينية وقالوا لا ده هم حددوا أسامي محددة منها هم دخلوا الفلسطينيين في الموضوع عشان خاطر موضوع معبر رفح. ما انا عايزكم تتكلموا في حاجات اللي زي كده اللي هي الملابسات دي عشان نوضحها للساده المشاهدين عشان نضحضها. ما هو في جزء من هذا، ما بنقول ان في جزء مسؤول عنه بعض الناس اللي موجودين في اجهزه في داخليه، وهناك ايضا تردد اسم محمد دحلان كثيرا. وطالما تردد اسم محمد دحلان فلابد ان يذكر الموساد. لا هو انا معلش حضرتك، انا شايف ان دي كلها يعني احنا خلينا برضو نقول ان مفيش ملمح واضح، لكن احنا خلينا نتكلم في المستفيد. يعني المستفيد هنا في الحاله دي هل الـ 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 الايقاع بين حركه حماس مثلا والجيش المصري، هل احراج الرئيس باعتباره من ممكن داعم لحركه حماس؟ اكيد هيبقى التصور بيدور في الجزئيه دي، لكن على ارض الواقع ده كله ده كلام شفناه في الاعلام او سمعناه. على ارض الواقع حضراتكم يعني ما فيش اي شواهد لدى الناس؟ ما فيش حد شاف الواقع من الناس اللي موجوده هناك خالص؟ الاديه اشباح خرجت وضربت وقتلت 16 واحد ومشت. انا يوم الحادث بعد اذنك استاذ مجدي، انا يوم الحادث كان قناه الجزيره طلبتني عشان تتكلم، قناه الجزيره مباشر مصر تتكلم معايا في موضوع خاص بملفات حقوق الانسان. فلما وصلت قالوا لا احنا هنلغي الموضوع ده، وحدث دلوقتي في سيناء حادث عدوان وكذا وكذا، فهنتكلم عن الموضوع ده. قلت لهم انت فاجئتني، انا ما عنديش معلومات. طيب من فضلك انا هتصرف. انا رحت اجريت اتصالات بالتليفون قبل ما ادخل على الهواء في الاستوديو، اجريت اتصالات بالتليفون بالاخوه في سيناء وسالتهم، فوجئت ان هم ما لا علاقه لهم بالموضوع النهائي ولا يعرف عنه اي شيء. ما كانوش يعني يعرفوا عنه نهائي. هو المنطقه السكنيه بينها وبين المعبر او المنفذ قد ايه؟ لا قريبة. هو في للدرجة اللي ما سمعوش بيها طلقات النار؟ في تجمعات سكنية متنافرة حوالين المعبر يعني. لكن هو المقصود ان ايه، ان هذا وده ايضا بيجرنا لمسألة اخرى. يعني حتى مسألة العملية نصر والقبض على العشرات والمئات وما الى ذلك، كل هذا الكلام كلام غير صحيح وغير دقيق اطلاقا. يعني ولذلك صدر امس يمكن ربما يكون تصريح امني ان المقبوض عليهم في كل هذه الاحداث 23 واحد او 24 واحد يعني. صحيح. فانا عايز اقول ان هذا الحادث يعني، وانا سمعت بالامس يمكن الشيخ عبد الله جهامه واحد شيوخ القبائل هناك في سيناء بيذكر ذلك، بيقول ان المساله مبالغ فيها جدا وان سيناء امنه وان لا داعي للذعر ولا داعي لتخويف الناس من سيناء ومن اهل سيناء. وهذه المسائل الحقيقيه يعني ده مخطط واضح جدا ان مخطط عشان تبقى سيناء في وضعها، وان توجد يعني توجد خصومه ما بين التيار الاسلامي وبين النظام الجديد في مصر. ومن ناحيه اخرى الكلام اللي حضرتك قلته ان الاساءه العلاقه ما بين مصر وما بين اخواننا في غزه وحماس. هو تدعيما بعد اذنك، تدعيما لهذا الكلام، لما ابرمت معاهده السلام في 79 والاعلام ساعتها كان بيطنطن حوالين فكره ايه، ان السلام يساوي الامن والاستقرار ويساوي النمو الاقتصادي والنهوض الاقتصادي. فاذا كان هذه على راس اهداف معاهده السلام. طبعا ده كان كلام فارغ في عينها واثبته الواقع. النهارده انا لما رحت مره واثنين زرت العريش واجدها صحراء قاحله لدرجه ان هي تحت ايدي السلطات المصريه لمده 30 عاما. هناك ما فيش ميه تشربها من الحنفيه، هناك تشتري ميه معدنيه عشان تشرب. خد بالك،
فاذا اين التنميه وقد بقيت 30 عام تحت السلطات المصريه؟ لا ما ده من برضه ضمن المخطط. احنا لسه هندخل فيها، ما دي هندخل فيها، واحنا عايزين نتكلم في حلول، احنا مش جايين نتكلم على 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 مشاكل، احنا لازم نتكلم لحلول المشاكل. بس احنا من فجيعه الموضوع نفسه برضه لازم يعني ولو نلقي عليه بعض الضوء حتى نصل الى حقيقته. يعني انا شايف ان هناك خلل امني في معالجة هذا الملف، وهذا الملف بقبليته بعشائره بعلاقاته المتشعبة والمتداخلة بين الأهل في رفح وفي شيخ زويد وفي العريش مع إخواننا في فلسطين، إن كلهم في سهارة وقرابة وعلاقات ونسب، فالعلاقات أو الملف ده ما أعتقدش أن المعالجة الأمنية ليه هي المعالجة الصحيحة. صحيح. أنا عايز حضرتك تكلمني على المعالجة الصحيحة على دول أرض الواقع اللي أنت حضرتك شفتها أو تصورك. والله وانا شايف ان المدخل الرئيسي لمعالجه مشاكل فينا بقى عموما اشعار هؤلاء الناس انهم اصحاب وطن، اصحاب ارض وليس غرباء. ده المدخل الاساسي في هذا الامر. وكما قلنا يعني ان ده مع يعني نتيجه لما عانوه من في ظل النظام السابق الحقيقه. دينا حياة، فتعميق الانتماء لهذا الوطن وإشعار الناس هناك أهلنا في سيناء إن هذا وطنهم وأنهم جديرون به وهو فخور بهم، ده هيحل جزء كبير جدا من المشكلة. وبعدين لابد أن احنا نأتي بقى لمشكلة التنمية، لابد أن يحدث هناك، أن تكون هناك تنمية حقيقية في سيناء تستوعب طاقات البشر هناك، وهم كثيرون وهم على قدر كبير جدا من الكفاءة في أمور كثيرة جدا، وعندهم قدر كبير جدا من العلم والوعي. كنوز البلد، بلد مليانة كنوز. طبعا يعني خير غير طبيعي، فيها خيرات كثيرة جدا طبعا. سواء معادن أو بحار طبعا. أو غير ذلك. فعايز أقول أن الشقين، الشق الأول تعميق الانتماء وإشعار أهلنا في سيناء أن هذه بلادهم، هذه ناحية، والناحية الأخرى لابد أن تحدث تنمية حقيقية وأن يشارك هؤلاء الشباب في هذه التنمية. وما تكونش تنمية على النوع الذي حدث في شرم الشيخ مثلا في الجنوب، في جنوب سيناء. مش هتنفع التنمية دي اللي حصلت هناك هنا. لا تصح إطلاقا. التنمية دي كان مستفيد منها فئة حفظها من رجال الأعمال طبعا. بس مش أهل سيناء. لا هو برضو يعني نقول فيها عمالة كتيرة، بس لازم عمالة توظف صح وفي مجالات صح وفي مجالات سياحة حقيقية. المواطن السيناوي لم يشعر بأنه استفاد من هذه المسألة. أنا رحت العريش ورحت رفح، ومن أجمل البقاع على أرض في العالم ممكن نقول، يعني من جمالها والطبيعة اللي فيها والكنوز اللي موجودة في الأرض هناك. لكن واضح إن في تأخر استثمار في هذه المنطقة. إهمال متعمد الحقيقة، خلينا نقول إهمال متعمد هذه، وده إن الناس الله عز وجل إن هو يتم تداركه في أثناء الفترة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بيقودنا هذا الاتجاه برضو لأمر آخر، إنه أثير في الفترة ما قبل هذا الحادث عن أن الطيارات الجهادية داخل العريش كانت بتنزل ساعات مسلحة وتلف بعربيات وبيطلقوا عيارة نارية في الشوارع. هل ده كان، وده اللي ألقى عليهم مظلة الاتهام في الحادث الأخير، هل فعلا هذا الأمر تم حدوثه سابقا في الفترة ما بين الثورة، حدوث ثورة يناير لحين حدوث حادث رفح؟ والحقيقة يعني هذا الموضوع مرتبط بمفهوم التسليح في مصر. التسليح للمواطن في مصر من أسوان إلى الإسكندرية لسيناء بيتفاوت فكرة أنه حمل السلاح على مستوى المواطن من مكان إلى آخر. في الصعيد على سبيل المثال والعائلات في بعض البلاد في القرى هنا حتى في قريبة هنا ضاحي الجيزة وغيرها، حمل السلاح ده جزء من ما ينفعش في العائلات أو في القبائل ما يحملوش سلاح. فالفكرة هنا فكرة ما لهاش علاقة بأنه نية ارتكاب جرائم أو ده لما يكون عربيات ماشية وبتطلق عيارة نارية في الشارع. طيب بس دي فأنا حنقول الأول فكرة حمل السلاح. ففي القبائل في سيناء بالذات فكرة حمل السلاح دي فكرة مرتبطة بثقافة وتقاليد أنه هذا جزء من شرف الرجل أن يحمل السلاح. وإذا أنت طالبته بإلقاء السلاح الآن هو ده معناه أنه أنت بتطالبه بارتكاب منكر. دي ثقافته، دي نقطة. النقطة الثانية انه الظروف الأمنية في سيناء نتيجة غياب سلطان الدولة بشكل جيد بتخلي الناس تحمل سلاح حماية لأنفسها. يعني لو واحد ماشي بعربيته وارد قوي انه يعني بعض البلطجية او الخارجين على القانون
يوقفه بالسلاح وياخد منه عربيته. ومنتشر هناك ما يسمى بالتوفيق، ان هم لما تكون في خصومه ما بين القبائل ومن بعضها يعني يعملوا عمليه توفيق، يقفوا ياخدوا سيارات القبيله المنافسه او الجماعه المنافسه يعني، دي مساله منتشره. فاذا فهو بيشيل سلاح عشان يحمي ممتلكاته. النقطه الاخيره بقى، فكره انه ظهور السلاح، وبالسؤال اللي حضرتك اشرت اليه، احنا الحقيقه قلنا لهم يا جماعه برضو يعني مش هنقدر نتكلم دلوقتي في موضوع تسليم السلاح او ترك السلاح، لكن على الاقل الان لا يصح ابدا انه يظهر هذا السلاح، لان هو ظهور هذا السلاح بيستفز سلطات الدوله، وهذا امر احنا ضده انه هو يقع. ولكن خلي سلاحك معك اذا كنت انت مصر على الاحتفاظ به، يبقى خلي سلاحك معك في 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 بدون اظهار ودون اتخاذه يعني بطرا وراء الناس. معنا انا عايز اضيف بس معانا استاذن حضرتك، معانا استاذ ايمن، شيخ ايمن ابو عمر من رفح. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك شيخ ايمن؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك. نحب نسمع منك الاحداث اللي حصلت عندكم في رفح. ماشي. اول حاجه نحيي اصحاب قناه الرحمه القائمين عليها والمشايخ الكرام اللي في ضيوف في الحلقه ان شاء الله. الله يبارك لك. ونتكلم باذن الله عز وجل يعني في عجاله سريعه عن الاحداث اللي حصلت عندنا. طبعا احنا بنتكلم باسم التيارات الاسلاميه كلها، يعني اللي هو بيضم اهل السنه والجماعه في هيناء. نتكلم عن الاحداث اولا. نقول باذن الله عز وجل ان الاحداث اللي حصلت في سيناء هذه مؤامره ولا علاقه للحركات الاسلاميه بها، لا من قريب ولا من بعيد. تمام. كلام هذا الناس نفوه، عملنا مؤتمرات بعد الحادث مباشره، نفينا هذا الكلام وقلنا لا علاقه لنا به ولا علاقه للاخوه جميعا، لا جميع التيارات السلفيه في الواقع ليس لها اي علاقه. واحنا بالنسبه للجيش والشرطه موجودين من ايام الثوره وامامنا واولادنا، وما فيش حد بيحتك بيهم وما حدش بيأذيهم ابدا. الكلام ده حصل على مرأة ومسمع من الاعلام في كل مكان. ثانيا، التجاوزات اللي حصلت، اول ما ألصقت التهمه ألصقت بابناء سيناء قبل التحقيقات وقبل التحري وقبل البحث وقبل يعني فتح الملفات والتحقيقات. صح. ألصقت بابناء سيناء ابتداء انهم هم الذين عملوا هذا الامر. ونحن تبرأنا من هذا الامر وقلنا الكلام هذا ليس صحيحا، هذا اتهام باطل ولا يجوز شرعا ان يتهم انسان بما ليس فيه. ثم تكلمنا فراينا حمله النساء داهمت بعض البيوت وهجمت على الناس وعملت افلام بوليسيه عملوها للقوات المسلحه، هؤلاء الارهابيين والتكفير والهجره، وهم اخوه افاضل لهم علاقه باللجان الشرعيه اللي احدثناها بعد الثوره، وفضل المنازعات بين الناس، كلهم اخوه افاضل نعرفهم من قريب. والكلام هذا حدث والتجاوزات وحدث، وذهبوا الى مديريه الامن وحجزوهم واذوهم وعذبوهم، ثم مره اخرى افرجوا عنهم وقالوا لا علاقه لهم بالحادث بعد ما حدث تسجيل هذا الفيلم التسجيلي الذي حدث انهم ارهابيون وانهم كذا. والحمله سجلت من اول ما خرجت من المديريه الى غايه ما قبضت على هؤلاء الاخوه، حتى في عربي البوكس كان بيعملوا مع لقاء انك انت اللي عملت وانت اللي فجرت وانت كذا، وفي الاخر خرجوا الاخوه دول الان في بيوتهم امنين. كيف هذا الكلام؟ هذا ليس مصداقيه لقوات الامن، يعني كيف في الاول تعتبره متهما ثم ثانيا تقول انه ليس متهما؟ هذا يعني بيقلل مصداقيه الامن عند الناس وعند العامه. ثم قبضوا على بعض الاشخاص من بيوتهم واخذوهم بملابسهم الداخليه واخذوا بعض المتاع وكسروا الابواب. وهذا الامر طبعا احنا قدمنا فيه شكاوى لرئاسه الجمهوريه مباشره، وتكلمنا على كل اللي حدث والتجاوزات اللي حدث، وقلنا نحن يعني لا نسمح بهذا الظلم ابدا ولا نرضى بهذا الظلم. نحن نرفع الظلم عن اهلنا وابنائنا في سيناء في جميع مشاكل القبائل فيما بينهم، فكيف نرضى بالظلم من اجهزه الامن التي تقول نحن لا ناخذ احدا بجرده غيره؟ فنحن طبعا ضد هذا الامر تماما، ونمشي التهمه من بكل فصائل السلفيه واهل السنه جماعه في سيناء، نمشي هذه التهمه عن ابنائنا في سيناء وعن حتى ما يسمى بالسلفيه الجهاديه، هذا ننفي عنهم. وهم نزلوا بيان معروف قالوا لا علاقه لنا بالهجوم على العساكر ولا بالشرطه ولا بالجيش، والجيش كان امام اعيننا في كل مكان ولم نقترب منه في اي لحظه من اللحظات، بل نحن الذين حرصنا على الامن وحرصنا جدا على استتباب الامن في سيناء. واضح على واضح حراسه ممتلكات الناس. استاذ ايمن، واضح من كلام حضرتك ان في نوع من انواع الغص او الضيق من التعامل الامني مع الملف الخاص بالعريش او رفح او اهل سيناء. واقول لك حاجه بالنسبه للملف الامني في سيناء، لا شك انه شائك، يعني كان زمان كان الامن الدوله وما يسمى برئيس الامن كانت لا شك انها تعامل ابناء سيناء معامله ظالمه،
وهذا الذي حدث في احداث طابه واحداث شرم الشيخ واحداث ذهب، فكانوا ياخذون الناس من الاسواق جمله بدون تفصيل، كانوا ياخذونهم بدون جريره من الاسواق، سوق الاثنين وسوق الثلاثاء وسوق السبت وسوق اسواق عمنا وسوق الاحد، كانوا ياخذونهم من الاسواق، يعني تقف عربيه الشرطه وتاخذ الناس جمله بدون اي تهمه، ثم يبحثون عنهم في المعتقلات من هذا ومن هذا. طيب. طبعا هذا الامر يعني سبب رد فعل قوي جدا امام الناس، والقبائل كلها وقفت ومشاهد القبائل وقفوا هذا الامر وقالوا لن نسمح بهذا الامر. هذه احداث ذهب وشرم الشيخ، ثم بدا النظام السابق يعني يغازي مشايخ القبائل ويقول لهم ويتكلم عن هذا الامر ويتكلم مع الحركات الاسلاميه لا 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 نقصد هذا ولا نفعل هذا، ثم بدا يحسن معاملته باخراج المعتقلين من السجون بعد ذلك، ثم حدث الثوره المباركه التي نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها ونبارك في أثاره الواقعة على مصر وعلى جميع محافظات مصر. ثم حدث هذا الأمر فكان في مخيلة الناس عند حجمة النفل على الناس يعني ذكرتهم بهدوم الأمن في أحداث ذهب وأحداث شرم الشيخ وأحداث ذهب، فهم أعادوا في أذهانهم هذه الحملة الأولى. طيب أنا من هذا الأمر لا شك وروع. أنا آسف، في عجالة ما هو الملف الامني ده برضو نتج عن تبعات، يعني لما نتكلم على التعدي على اقسام الشرطه بالصوره اللي بتحصل والمتواتر السمع فيها، ثم التعدي على خط الانابيب او خط الغاز الموجود عندكم في العريش والتعدي عليه لدرجه انه وصل ل 16 مره، ثم اخيرا الحادث الاخير وحمل السلاح بالصوره اللي يمكن معروفه موجوده عندكم، برضو دي كلها امور انت حضرتك شايف ان التعامل معاها برضو لازم الجهاز الامني في مصر يكون بيعمل قدرته وقواته عليكم. والله اقول لك حاجه، هو جهاز الامن لابد ان يكون عنده شفافيه، احنا نطالب جهاز الامن ان يكون عنده شفافيه في التحقيقات والتعامل مع اي ملفات امنيه في الواقع، لكن ما ياخدش الناس عاطل في باطل، ما ينفعش كده. اي جهه تتصدر هذا الامر او تعلن مسؤوليات عن هذا الامر هو يتعامل معهم، لكن عندما ياخذ الناس باطل جزافا تهمه جزافا ما هذا لا ينفع عندنا، ونحن اهل القبائل واهل الشهامه واهل العزه لا نقبل هذا الضيم ابدا، نحن لا نقبل هذا الامر اطلاقا اطلاقا. فالموضوع هذا لا شك انه في تجاوزات وجميع المحافظات فيها تجاوزات، لكن نحن نقول ونخاطب الاعلام وننصح يعني وسائل الاعلام التي تظلم اهلنا في شينا انهم يشوهون الصوره والامر الصغير يكبرونه ويعظمونه جدا جدا حتى يجعل كان السلاح ينتشر في الشوارع وحملات، وهذا ليس صحيحا. طيب. لا شك ان سيناء في سلاح كالصعيد، في سلاح موجود هذا من زمان، السلاح موجود من ايام النظام السابق في سيناء ولا يخفى على اي احد، لكن نحن بنقول ترشيد حمل السلاح، لا نقول يعني مثلا برفع السلاح بحق ام بباطل، لكن نحن نقول نحن عادات قبائل عندنا وفي تجاوزات بين القبائل وفي مشاكل وفي يعني مشاكل كثيره جدا بين القبائل، هم لا يستغنون عن السلاح ابدا، لان القوي عندنا في القبائل ياكل الضعيف، لكن السلاح الذي يدافع به عن نفسه او ياتي بحقه فيما هو مشروع، لكن نحن نقول بتقنين هذا الامر، نقول مثلا بضبط هذا الامر ان السلاح هذا لا يرفع يعني على احد بظلم، ونحن احد انا احد رؤساء لجان شرعيه لفض المنازعات في شيخ زويد، عندنا ياتون السلاح ويرفعون السلاح بعضهم على بعض، ونصدر احكاما تعزيريه قويه جدا في رفع السلاح واخذ السيارات بالقوه بسبب مشاكل بين القبائل، نردع هؤلاء الناس بالاحكام الشرعيه الرادعه التعزيريه التي تردع هؤلاء عن رفع السلاح بغير حق وترويع الامن. انا بشكر حضرتك يا استاذ شيخ سليمان، وإن شاء الله يا رب يكون الفترة الجاية قوة وبسط سلطان الدولة عندكم في سيناء، وأنتم جزء زي ما قال إخواننا وأساتذتنا أن أنتم جزء لا يتجزأ من النسيج المصري، وطبعا المعالجة الأمنية إذا كانت أثبتت إخفاقها فينبغي أن تتحول إلى معالجة لمعالجات لم الشمل والمبادرات اللي حضرتك بترفض كلمة مبادرة. أنا عايز حضرتك ترد على كل اللي قاله لان حضرتك كنت موجود معاهم وشفت الوضع. اتفضل. هو الحقيقه يعني انا ما كنتش حابب ان احنا نتحدث في مشكله السلاح في هذا المجال، لان الحقيقه بس هي جزء كما ذكر جزء كبير وجزء خطير، لانها معلش انا اوضح لحضرتك ما اقصده. هذه المشكله. انا اسف بس ناخد الاتصال ده وانا اسف بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذنا؟ اتفضل. كل عام وانت طيب. وحضرتك طيب. انا طبعا انا هخرج عن هذا بس يعني كلمتين بالصلاه على رسول الله. اتفضل. النهارده
بالنسبة للدكتور سيادة الرئيس مرسي. هذا الخطاب الذي أجلى قلوب المصريين. طب بس حضرتك وطي التلفزيون وقول اللي عايز تقوله، وطي التلفزيون عندك. وأجل المسلمين جميعا وأبلغ بالرسالة على هذا القناة الذي يرأسها الدكتور محمد حسان بتاع الغلابة والمساكين. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الرئيس اللي بعث لنا الله الذي بعث للغلابة والمساكين المصريين 30 سنة ما شفناش هذا الخطاب اللي هز العالم جميعا. أنا الشيخ فكرة عبد الستار من المنصورة من سرقة مركز السندلاوين، وبلغ تحياتي وأشواقي لسيادة الرئيس بتاع الغلابة والمساكين، بس هي رجاء عشان خاطر رسول الله بهذا العلماء اللي قاعدين معاك رسالة تبلغها لوزير التأمين، قول ليه الرز اللي بيجي للغلابة والمساكين ما يتاكلش، غيره برز مصري، وحلفتك بالله تبلغ هذا الرسالة للغلابة والمساكين. أنا مواطن مصري في الله، على أرجو من الله إن رضى الله علي بهذا القناة الحبيبة الذي أتمنى لها أتمنى مع الظهور بالقائمين عليها بالصلاة على رسول الله. تبلغ لوزير التأمين بهذا الكلام كله، الرز التأمين لا يتاكل خالص للغلابة والمساكين، وأنا حقي. خلاص يا شكرا. رسالتك وصلت ان شاء الله. فبارك الله لك في مشاهديك استاذ محمد رحيم. فانا كنت عايز اقول، كنت حابب ان احنا ما نتكلمش في هذه المشكله الان، عشان لا يعني يجول بخاطر المشاهد الكريم ان هذه المشكله تتعلق بالتيار الاسلامي في 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 سيناء. مشكله السلاح في سيناء مشكله مجتمعيه بالاساس. واحنا ظللنا يوم كامل في سيناء والعريش والشيخ زويد وبقرب من رفح، ما شفنا سلاح اطلاقا. يعني هذا الكلام ايضا كما ذكر الاخ ابو عمر مبالغ فيه الحقيقه. يعني مساله ان السلاح بكده يعني عمال على بطال في الشوارع، هذا الكلام ايضا مبالغ فيه. ولا تتعلق مشكله السلاح بالإخوة الحقيقة، يعني لا تتعلق بالتيار الإسلامي إطلاقا. هذه مشكلة مجتمعية ويجب أن تعالج في إطار مجتمعي واسع. والأمر مش متعلق أبدا 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 بناحية أمنية. لأن هذا السلاح في مجمله يعني كما سمعنا لا يستخدم للجريمة، وكان طبعا السلاح في قصة قبلية وعشائرية بحتة، بس يعني ده الأساس يعني. فعشان كده ما كنتش حابب ان احنا نتكلم فيه، عشان ما حدش يفهم ان هذه مشكلة تتعلق بالتيار الإسلامي. طيب النتائج اللي انتوا طلعتوا بها من الرحلة، اولا احنا سعيدنا جدا بالرحلة، سعيدنا جدا الله. رغم ان يمكن انا كنت بذكر في البداية ان انزعاج الصحف الاسرائيليه في من الزياره، دي حاجه كويسه، دي ادتنا انطباع ان كويس. لكن الشيء المؤسف ان حدث بعدها بيوم ان هم ربما يكونوا استشعروا ان هذا المخطط للوقيعه قد فشل فعلا، فتم اغتيال احد الاخوه في وسط سيناء، الاخ ابراهيم عويجي، بصاروخ قيل انه صاروخ وقيل انه بلغم ارضي. وهذا الأخ الكريم قتل، وطبعا هذا الأخ ليس له علاقة أيضا بأحداث رفح، وكان قبض عليه من الذين قبض عليهم وأفرج عنهم بعد يوم تقريبا، وليس له أي علاقة بأحداث رفح. ومع ذلك أرادت إسرائيل أن تنتهك الإرادة المصرية وتنتهك المجال المصري والقرار المصري والسيادة المصرية بمثل هذا الحدث. ولذلك أنا من هنا بأناشد المسؤولين وناشد الرئيس مرسي شخصيا أن يتم تحقيق عاجل وسريع في هذا الأمر، وأن يعني إذا ثبت أن إسرائيل متورطة في هذا الحادث يجب أن يعني يكون هناك موقف شديد جدا من هذا، لأن الوقت الذي تنتهك فيه الإرادة المصرية والكرامة المصرية والسيادة المصرية قد انتهى، ولن نسمح له أن يعود بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شايف حضرتك يا أستاذ نزار النتائج، الزيارة كانت إيجابية ولا كان في بعض الأمور ممكن تستكمل؟ والله الحقيقة يعني الإيجابية الأولى هي في نقطة التواصل، يعني الآن أصبح هناك تواصل مع أهل سيناء. هذا التواصل يمكن قبل كده ما كانش موجود، فالتواصل ده هو المقدمة الطبيعية الأولى لكي تكون هناك تصورات وأطروحات وبرامج لإلقاء الضوء على العديد من المشاكل وتقديم العديد من التصورات لحلها، نمرة واحد. نمرة اثنين برضو قد بدأ أنه
الفتيل الذي كان مستهدفا لإحداث الوقيعة بين الأهل سيناء وبين الدولة قد فشل، وظهر هذا أيضا في بعض الصحف التي أرادت أن تفشل هذه المهمة بأن هي تصدرت بعض لك مثلا شيوخ الرئاسة، في حاجة اسمها شيوخ الرئاسة، يعني بعض الصحف انتقت عناوين. معنا بس مكالمة دولي، أنا أسف أستاذ نزار. السلام عليكم أستاذ أبو ندى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد اتفضل. بحقيقة يا باشا وحياة ضيوفك الكرام دولي، وأول حاجة يعني بس يدعونا بس للشهداء اللي ماتوا ماشي، إن هم بس ربنا يجعلهم من الشهداء عنده بإذن الله يا رب إن شاء الله. ماشي، وبحمل يا أستاذ محمد الشهداء نفسهم، واحد منهم هو نسيبي أولا ماشي الله يرحمه، يعني كان قال لحماتي أنا رايح المرة ديت ومش راجع، يعني عارفين إن في قلق في سينا. فأنا بحمل وزير الدفاع اللي هو المشير طنطاوي سابقا ماشي، وبحمل المخابرات المصرية، وين المخابرات المصرية من الحدث اللي حدث في رفح ده ماشي، وعايزين يعني يا أستاذ محمد أنا عايز القصاص العاجل، القصاص العاجل. لا ثواني ثواني، انت حضرتك ليك صله قرابه باحد الشهداء؟ ايوه يا باشا، ثروت سليمان محمود رضوان ده نسيبي واعز صديق ليا الله يرحمه. ماشي، الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء اللي ماتوا في رفح يا رب. ماشي، يعني احنا عايزين القصاص العاجل يا استاذ محمد، القصاص العاجل ليه لحد دلوقتي ان احنا ما عرفناش مين اللي عمل الحادث ده. طبعا يعني العساكر نفسهم كانوا حاسين ان في قلق، يعني كانوا حاسين ان في قلق، ان هم يعني واحد بيقول لك بقول لهم انا رايح ومش راجع تاني، يعني بقول لها رايح ومش راجع تاني. لا اله الا الله يا استاذ محمد، ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه، ربنا يخلينا شكرا دكتور محمد مرسي وباركنا في قناه الرحمه، ويا رب بس نعرف مين اللي عمل الحدث ده باذن الله سبحانه وتعالى. معانا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. بحييك وربنا يبارك فيك ويبارك في الاسلام والمسلمين ويوحد هذه الامه يا رب العالمين. طبعا احنا مش اغبياء ومش شعب غبي، احنا فاهمين ان اللي عامل ده الفلول مش الاسلاميين اطلاقا، حتى التكفير والهجرة اللي هم بيكفرونا هم لسه في مرحلة ان هم مستضعفين وما عندهمش سلاح، فما ينفعش ان هم يقاتلوا، دي الفكرة اللي احنا عارفينها. اما الفلول وراء كل حادث حاولوا يشيلوا الرئيس بكل طريقة ما عرفوش، دبروا التدبير ده طلع مع المشير طنطاوي، وانا شفت رؤية من الله والله الذي لا اله غيره، انا شفت رؤية من الله ودعوت الله كثير، وانا في نفسي احقر من ذلك، قلت له يا رب انا شفت رؤية يتوريها الحد من الصالحين، فربنا وراني رؤية جزء منها ان انا كنت رايحة مشوار، والمشوار ده كان في الحقيقة حادث، يعني هي رؤية وليست حلم، ورأيت من الذي فعل هذا في هذه الرؤية، رأيت اتوبيس من الجيش، اتوبيس قديم وفي ناس لابسين لبس طاقة، وعلى الاتوبيس والناس دي نزلت، انا ما شفتش بيموتوا مين، شفت ناس بتتقتل من العساكر، بس يعني يعني بص عليك، انا بس لو يعني هو انا عايز اقول لحضرتك ان هو ده بيدي فلوس، ده تدبير طيب. لهدم هي وصلت الرساله، شكرا شكرا يا محمد شكرا. نستاذن حضرتك وناخد فاصل ونرجع تاني. السلام عليكم، نرجع ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله، والنصر ما أبهى شروني بفضل الله، والنصر ما أبهى شروني يحفظنا يدعو. السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين نستكمل الحوار مع أستاذ نزار، كنا بنتكلم فيما وصلتم فيه إلى نتائج، عايز حضرتك تكمل تستكمل الحوار. أيوة، أنا كنت بأشير إلى أنه يعني فشل خطة الإيقاع بين أهل سيناء وبين الدولة، والحمد لله أننا نحن أفشلنا هذه الخطة، مما حتى حدث ببعض وسائل الإعلام أن هي تعبر تعبيرات في منشطات صفقة الرئاسة مع سيناء وكلام كاذب، شيوخ الرئاسة، يعني استخدام عبارات الحقيقة يعني تنم عن أنه لا زال هناك في الإعلام من يريد أن يشعل الموقف أو يفسد الرحلة التي قمنا بها أو يفسد نتائجها. فبما أنه هذا الاتجاه موجود معناه أن الزيارة حققت نتائج، وأنه بعض خصوم هذه النتائج أرادوا أن يفسدوها من خلال هذه المشتتات في بعض الصحف. والحقيقة يعني برضو مستقبلا يعني محتاجين أن هذه الملفات يتم معالجتها في كل المستويات، الإعلامي أو السياسي أو الاقتصادي،
على نحو افضل مما يتم معالجته. طيب انا اعتقد ان الدكتور مدعم غفور رئيس حزب النور هو اللي هيكون مسؤول عن ملف التواصل الاجتماعي، واعتقد هيكون له دور كبير جدا في هذا الامر وفيما يتعلق تحديدا بالحركه او التيار الاسلامي داخل سيناء. هيبقى في تواصل معاه، هيبقى في فتح قنوات معاه استكمالا طبعا هو الحقيقه احنا يعني نصحنا الاخوه هناك في سيناء بالتواصل مع كافة فصائل الحركة الإسلامية أو التيار الإسلامي في سيناء، وهم بدأوا الحقيقة في التواصل مع إخوانهم في من الحرية والعدالة ومن حزب النور أيضا. وقريبا أنا من يومين يمكن كان في لقاء مع الأستاذ أخونا نادر بكار في حلقة من الحلقات في دريم، وتكلمت معه في هذا الأمر وقلت له ان احنا يجب ان احنا جهود الجميع يجب ان يعني تتناسق بحيث ان احنا نصل باذن الله سبحانه وتعالى الى افضل النتائج بالنسبه لهذا الملف. والحقيقه هذا الكلام لاقى ترحيب كبير جدا منه، ان شاء الله كان هذا في يوم تعيين الدكتور عماد في هذا اختيار هايل في هذه المهمه. اختيار هايل طبعا، والحقيقه يعني ان شاء الله تكون مهمه موفقه بإذن الله. وجهد يعني ميسر ان شاء الله تبارك وتعالى. والمهم ان الا نقف، يعني المهم في هذا الموضوع ان احنا الجهود تتواصل وتتابع كمان، ما يكونش فيه فترات زمنيه طويله ما بين كل حركه على صيغه مؤتمر بقدر ما هي صيغه تواصل وتواصل وتشابك على ارض الواقع، لان الناس اتكلمت كتير لم نرى نتيجه الحقيقه. ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى هذا الجهد سوف يتواصل باذن الله قريبا باذن الله. انا عارف حضرتك مسافر الاسبوع ان شاء الله القادم. قريبا سوف حاسس ان الزياره اللي فاتت ما جابتش نتيجه كامله، حضرتك كنت مسافر ليها؟ بالعكس، الزيارة الماضية يعني الحقيقة حققت أكثر مما كنا نتوقع الحقيقة يعني. لكن المسألة مش هتنتهي في لقاء أو في يوم، لا ده لابد إن احنا زي ما قلت من شوية لابد إن تتواصل الجهود، ولابد إن احنا نجلس مع هؤلاء الناس ونشوف إيه مشاكلهم الحقيقية، ونحاول إن احنا نمد لهم يد العون والمساعدة، وأيضا نشعرهم كما قلت سابقا أن احنا شركاء في هذا الوطن، دي بلادنا، هذه بلادنا، ويجب إن احنا نحافظ عليها، ويجب أن نتعاون في ذلك في كل المجالات الحقيقة يعني. ولذلك ان شاء الله الزياره الجايه مش عشان الزياره الماضيه لم تؤتي ثمرها، لا بالعكس، ده عشان اتت ثمرها سوف نقوم بهذه الزياره باذن الله سبحانه وتعالى. بالظبط ان شاء الله. في نفس الاشخاص اللي كانوا مع حضرتك هيروحوا ولا في والله مش بالضروره نفس الاشخاص يكونوا موجودين، لكن طبعا القوام الاساسي سوف يكون موجودا. وربما هذه المره يكون معنا يعني تكون معنا قناه الرحمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. استاذ نزار، يعني عايز حضرتك تقول كلمه اخيره نختم بيها البرنامج، حضرتك والاستاذ مجدي كل واحد فيكم يوجه كلمه لاهل سيناء قبل ما نروح لهم ان شاء الله قريبا جدا باذن الله. والله يعني احنا عايزين اهل سيناء يشعروا بالثوره. فما فضلوا حوالي يعني منذ معاهده السلام وحتى 2011 لم يستشعروا لا بالتنمية ولا بالنهضة ولا بالارتباط والولاء الوطني، ولم يستشعروا بكل هذه الأمور. فإحنا عايزين أهل سيناء يشعروا بالثورة وبإيجابيات الثورة على بلادهم، وتبدأ على أرض الواقع حقائق فعلية. وأدعو أن تهز فرصة، أدعو أيضا يعني المستثمرين أو رجال الأعمال ان هم يتدخلوا بقوه في هذا المكان ويبداوا ينشروا مشاريع، وكمان فكره انه اهل سيناء انفسهم يتبوأوا المسؤوليه عن بلادهم لكي تكون هناك تواصل ومسؤوليه وخطه نهضه يتغير بها وجه سيناء الى مستقبل مشرق ان شاء الله. استاذ مجدي كلمه سريعه. والله انا في البدايه بشكر اهل سيناء على هذه الرحله، على اللقاء الطيب وعلى الكرم الزائد في هذه الرحله الحقيقه، وبشكرهم ايضا على وعيهم الاكيد والواضح بالمأزق الذي تعيشه الامه المصريه في هذه اللحظه، واوصيهم ان يحافظوا على العلاقات الجيده ما بينهم وبين الدوله، وأن تظل قضيتهم، وهذا الكلام موجه أساسا للتيار الإسلامي، أن تظل قضيتهم الأساسية هي الدعوة إلى دين الله عز وجل، وبيان صحيح الدين للناس.
لان الناس الحقيقه هناك يعني كان من اكثر المسائل اللي اشتكوا منها ان كان في ظل النظام السابق كان في تضييق جدا كبير على الدعاء، وكانوا يمنعوا الدعاء من اهل الوادي ان يذهبوا الى سيناء، ولذلك كما قالوا كان انتشر الفقر الجهل يعني بصوره كبيره هناك، فيجب الان ان نتجاوز مثل هذه الامور، وان يعني ادعو اهل العلم والعلماء ان يتواصلوا مع اهل سيناء، وان يعني يذهبوا اليهم في زيارات وما الى ذلك. والحقيقه انا بقول الان انني مطمئن جدا لأن بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تمر هذه السحابة العابرة، وسوف تمر هذه الأزمة، وسوف تفشل بإذن الله عز وجل الجهود المعادية للمشروع الإسلامي سواء في سيناء أو في ربوع الوطن بإذن الله عز وجل، وسوف نرى سيناء كما نحب أن نراها بإذن الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. اللهم اظهر الحقيقة وارحم هؤلاء الشهداء يا رب وادخلهم الجنة. اللهم أظهر هذه الحقيقة حتى يتبين براءة أهل سيناء من هذا الحادث وهذه الفتنة، وحتى يتم لم الشمل مع أهلنا وإخواننا في سيناء. ودعوة بتوجهها قناة الرحمة لكل رجال الأعمال أنهم يستثمروا في أرض سيناء حتى لا تكون محل للتدخلات والأجندات الأجنبية لإثارة هذا النوع من هذه الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى الاستقرار لوطننا، نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب خطوة للأمام، خطوة في الاقتصاد، نبعد بعيد عن المشاكل والفتن. في نهاية الحلقة بشكر أستاذ نزار غراب على تشريفك، بشكر أستاذ مجدي سالم، وإن شاء الله يوفق قطاكم في هذه الخطوة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم السداد يا رب إن شاء الله كده السفرية الجاية تؤتي ثمار أكتر وأكتر إن شاء الله. شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء الأسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة في برنامج بالقانون. السلام عليكم ورحمة الله.